السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بحاله جيده. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نتكلموا على الفلاحه في فرنسا. غادي نتكلموا بالضبط على الساعات ديال العمل، غنتكلموا على شحال كنتخلصوا في الساعه، غادي نتكلموا على بعض الكواليس او بعض الاسرار ديال هذه الخدمه هذه ديال الفلاحه او الناس اللي جاوا كونترا ديال الفرنسيه. بالنسبه فيما يخص يعني الاجراءات والوفي والوثائق، فانا تكلمت عليهم في الفيديو السابق، دونك اليوم غنتكلموا فقط على هادشي اللي دابا قلت. اذا على بركه الله غنتكلم على اول حاجه هما الساعات ديال العمل في الفلاحه في فرنسا كيفاش دايره. دونك بالنسبه للساعات فهي كتكون اونتر 7 و 8، يعني الماكسيموم كتكون 8 السوايع، الماكسيموم يعني تقريبا لا ماجوريتي كيخدموا 7 ديال السوايع، يعني 7 السوايع في النهار صلاه على النبي، لان كتكون شويه ديال التماله ما كيفوتوش بزاف 7 السوايع. ثم كاين اللي كيخدم 8 السوايع، يعني على حساب، ما كنظنش انا صحاب اللي كيخدموا مثلا في الليمون غادي يخدموا 8 السوايع، لاش الليمون بقى صحاب بزاف الليمون، او اللي العنب ممكن على حساب واش عندهم الزبير ولا عندهم كيجنيو، على حساب العنب او لا التفاح فرونشمون ساهل. التفاح الناس اللي جينا قبل التفاح يعني خدمه سهله، كنتكلم بزاف مع الناس اللي جايين كونترا التفاح كيعاودوا لي سا مارش تري تري بيان. دونك اولا جاي فريز كذلك، يعني ما كاينش بزاف ديال اللي كيجيو كونترا، يعني هادشي اللي قلت دابا عاد بي بون. المهم كما قلت لكم اونتر 7 تل 8 ماكسيموم. كيفاش الا كنا خدامين 8 السوايع نورمالمون كنخدم 8 السوايع كيعطيوكم بوز ديال اينور جو بونس ما بين 12 وقيله وحده، و دي فوا اللي كيخدموا 7 السوايع كيخدموها كونتيني، يعني كيبداو مع 7 كيساويو حتى لجوج نورمالمون، ولا جوج ونص كاع الا زادو نص ساعه دي فوا. دونك هكذا كتكون دايره بالنسبه للساعات ديال العمل كيفاش كتكون دايره فيما يتعلق بالفلاحه. انا جاوبت على السؤال اللي تطرح ليا بزاف ديال المرات مع بعض الاصدقاء. ثم فيما يخص شحال كتخلصوا في الساعه، نورمالمون كان انا تنتكلم بزاف مع ديال الدراري اللي جايين كونترا كيتخلصوا 7 اورو 7 اورو 7 ونص، المهم كاين اللي كيوصل 8. مؤخرا تكلمت مع شي وحدين عاوتاني مؤخرا قالوا لي كتخلصوا 9 اورو او 9 اورو والصرف. هنا 9 اورو والصرف كنلقاهم غاغ، سي فرونشمون سي غاغ اللي كيتخلص، ما كاينش اللي كيوصل 10 اورو. كنسمع بزاف الدراري كيقول لي كنتخلصوا 10 اورو، فرونشمون انا بزاف الناس تكلمت معاهم ما كيتخلصوش 10 اورو، يعني 10 اورو المهم بالنسبه لي نقولوا المهم نخليوها ما بين 7 9 7 9 اورو، يعني الا خدمتي 7 نقول دونك الا خدمتي 7 السوايع وخدام 7 واقع 42 42 اورو في النهار 8. ما نحسبش شحال من ساعه تخدم، حنا نديرو المينيموم ديال السوايع. مثلا خدمتي 7 السوايع دونك خدمت 8 اورو للساعه، دونك غادي تجيك على ما اظن كتجيك واقيلا شي ما يمشي كدا 50 اورو، دونك غتجيك شي كدا 50 اورو ديالك. مع العلم انه هنا غنجي النقطة ديال السكن، دونك غنجي النقطة ديال السكن، دونك ملي كتاخد 50 اورو ديالك في النهار، يعني راه ديالك راه في جيبك، ابار الماكلة اللي غتمشي تاكل انت منها، والماكلة زعما الا كنتي شي شوية كتعرف راه ما غاديش تصرف بزاف، يعني تقدر شوية تجمع. الوغ فيما يخص السكن، نورمالمون السكن كيتكلف به المشغل. هنا نتكلم على السكن، المشغل ملي كيجي لكم كيعطيكم يعني تكون بحال واحد الدار تكون فيها، المهم مقسومه بحال دي ما نقولش دي ستوديو بي لا، المهم ديور صغيرين كي تيديروا فيهم 4 بيرسون على 3 بيرسون دونك كتكون انت وشي 3 و 4 بيناتكم كتجلسوا كتشاركوا كديروا، المهم كدبروا على راسكم كديروا الجيميلا اونصومبل كتعيشوا ديك الحياه بيناتكم، يعني صحاب المهم نتوما خدامين ومبارطاجين بزاف ديال الاشياء مبارطاجينها فيما بينكم. دونك هذا هنا فيما يخص يعني شحال كتخلص وبشحال يعني كيفاش تقدر، المهم بالنسبه للسكن يعني شحال كيبقى لك، يعني نورمالمون ملي كتخلص والو الفكره يعني كتبقى لك كامله ديك فوق 50 اورو كتبقى لك كامله. الا خدمتي مثلا الا خدمت مثلا 6 ايام، يعني خدمت 2 و 6 حتى نهار السبت، راه تقريبا غادي تجيك فوق 60000 ريال، يعني فوق 300 اورو، بون سا مارش. دونك فوق 300 اورو تقدر تجيك حتى 350 اورو
او لا حتى اكثر، ممكن تجيك حتى اكثر. دونك الى زعما كي خدمتي بزاف ديال السوايع اضافيه، لان الا خدمتي سوايع اضافيه فهو اختيار ديال، تقدر تختار تقول انا بغيت نخدم بالسوايع اضافيه يعني لي زور سوبلومونتير، يا با دو بروبليم، باترون غادي تعجبو الا خدمتي لي زور سوبلومونتير، غير هو غادي يتصرع عليك، غير هو الباترون هنا يعني ردوا البال فيما يخص القضيه ديال السوايع الاضافيه. ملي كتقول الباترون هنا في فرنسا كتصرع عليك، وكت نهار الاول كتبغي زعما تبين، كدوز واحد المده نهار كتبغي شويه تنقص كتبغي ترتاح، كيمرضك كتولي خايب. فرانشمون ردوا البال من النقطه هذه، ردوا البال بزاف، ماشي غير شويه، لانهم كيتصرعوا بزاف. هذا داخل ما وراء الكواليس بما يخص الكونترا ديال العمل في الفلاحه في فرنسا. اذا شنو اخر بغيت نتكلم عليه، الاولى اللي سولني عليه قالوا لي الدراري كيفاش كدوز الخدمه اون جروب مع الدراري ولا بنات، كيفاش كدوز القضيه. فرانشمون كل واحد داير في سوق راسو، و زعما ما كاينش الصراحه، ما كاينش بزاف يعني، كل واحد يعني خدام خدمته ومعوضها لراسو. اللي نقدر نقول لكم يجيكم بيزار اللي هو ان رد البال، لانه كاين تشكام وكاين تبركيك، ما راك عارف بون، يعني بين قوسين الكلمه راهي عاديه، كاينه التقوى ديت يعني بين قوسين، كاينه بزاف، كاينه يعني ردوا البال، ربما تكون كتكون كتخدم كتخدم جو سي با، كنتي كتكمي بزاف، راه غادي يرد لك البال شي واحد يقول له هذاك خينا كيدير بزاف ديال البوز كيكمي مثلا، وهادشي هادشي كيقدر ياثر عليك. يعني كاينه بزاف، كنت انا ديجا خدمت واحد 15 يوم في مارجا، دونك كنت عاد جيت وجربت، فرانشمون ما قدرتش عليها، شويه قاصحه، مي بون كانت عندي تجربه وشفت شنو كيوقع. فرانشمون كاين تبركيك بزاف، كاين تبركيك وما كيرحموكش، يعني ما كيرحمكش. و باغ اكزومبل مثلا انا كان عندي مثلا الشاف ديال البرتغالي مثلا، والبرتغالي كنت الا طاش مع برتغالي ودرت شي حاجه ماشي هذيك، جو سي البرتغالي كان قال له يا ما تعقل، مي غير تلقى هذاك الشاف اللي هو انا وياه بحال مي يتلقى مع الشاف ديالو غادي يعاود له كلشي، غادي يفرطك هو، ما يتفرط هو. المشكل اللي كاين هو انا حنا بيناتنا كنفرطوا بعضياتنا، كنشوهوا بعضياتنا، كنشكموا بعضياتنا للاسف الشديد. يكون اكيد منين غادي تخدم مع برتغالي ولا اسباني ولا شي جنسيه واحده اخرى، ما غاديش يشريوها لبعضياتهم، يقدر يشريها لك انت، واخا تشوفو كيضحك معاك، واخا تشوفو كيلعب معاك، واخا تشوفو الرجوله معاك، في اتونسيون، لانه ما غاديش يرحمك، وما عندهمش القضيه صاحبيه ولا كوليغ جو سي با موش، كيفاش انت غتعتبره. نو، ردوا البال بزاف. بالنسبه لسؤال واحد اخر، شنو اللي كان كيتسولني فين كاينه بزاف ديال التمارة، فرانشمون كيما جاوبت قبيلات على حساب التمارة، هي هو الدومين كله فيه تمارة، ولكن فوقات كتكون التمارة بزاف، هو ملي كتخدم مثلا مع خدمة دي فوا، ملي كتخدم فقط مع واحد الجنسيات اللي هي تنقول لكم مثلا ملي كتخدم مع البرتغاليين كطيح فواحد الجروب فيه غير البرتغاليين مثلا، اولا فيه صحاب ديال الرومانيين ولا البلغاريين، كون اكيد ان غادي دير واحد التمارين ديال الدنيا والدين، الا ما كانوش شويه ديال الفرنساويين ولا الاسبانيين، لان الاسبانيين فرانشمون باز كيخدموا بهزهم، شي الا خدمتي مع اسباني كيخدم بهزو في الدومين ديال الفلاحه، اولا كنت الشاف ديالك كيخدم بهزو، يعني كيخدم ما كيعيقش. لكن اذا كان المكلف برتغالي او كان من هنغاريا ولا كان من رومانيا ولا كان من بلغاريا، كيكونوا حمير، فرانشمون كيكونوا حمير، كيخدموا بزاف، زيد عليهم تواركا تاهما فيهم بزاف ديال الحجره. ملي كتكون عنده واحد بتيت فالور كيسحبوا راسو، شنو كيسحبوا راسو، كيحقر، ماشي بحالنا حنا العرب، ملي كتكون عنده ملي كتخدم مع الشاف عربي كيجي كيحقر على العربي فقط على ود بلادو العاجة، كي بروفيت هاد النقطة هادي، لحقاش حنايا كيما كنقولها دائما، بعض الناس ديال العرب يمكن ديالنا المغاربة مثلا بما اني مغربي، حتى التوانسة كذلك فيهم القاعدة هادي، الجزائريين بيناتهم شوية صافا سمي كونو يعني كيتعاملوا بعضياتهم، من المغاربة التوانسة شو ما كيتحملوش بعضياتهم للأسف الشديد. دونك ملي كتخدم مع مغربي شاف ديالك كيجي كيدوز عليك، كيعرف انت عاد جيتي كيمرض، تواصل ديماك كتندم على جيتي. فرانشمون النهار اللي تشوف عندك الشاف ديالك مغربي راه يكون معاك،
كنقولها نقولها تنيشن ولا تونسي الله يكون معك. جزائري بون سافا سا ديبون، كتشوف ما فيهم تسنتير عرفتي باش كيعجبوني فيهم تسنتير شو شويه، ما فيهمش بزاف ديال المعقول. المغاربه كيبغي يدير المعقول، ما كيدير المعقول على ما كيدير المعقول على المغاربه، مي كيطيح في سبليوني في جنسيه واحده اخرى كيميك عليه، ما كيبقاش حاضر بزاف. انا شفت دي شاف ديالنا مغاربه واخدين دي بوست زوينين، مي بون كيما قلت لكم ندير بون ما بقاش نعيرهم، مي حكار كيحقرو بزاف، كيحقرو خصوصا ملي كيشوفك عاد جيتي، عاد جيتي كيمرضك في حياتك. دونك انت دير حاول انت نهار الاول ما تضحكش بزاف، ما تبسلش عليك بنادم بزاف كوم صا، باش هو انسان كيرد البال منك، ما كيعرفش شنو كاين تحت راسك. ديما ما تعطيش شنو تحت راسك في الخدمه، لانك في الدومين ديال الفلاحه، في الدومين ديال الفلاحه فرشمون فيه حتى هو بحال اللي راك خدام في الموقف في البلاد، كنقول بحال اللي خدام في الموقف في البلاد، يعني خدام مع غير مع الديوبه ولي غناخ والثعالب، ومع الثعالب يعني رد البال بزاف، لا رد البال فيما يخص هذه الخدمه هذه ديال الفلاحه. دونك انا حاولت نعطيكم بعض اشياء كيفاش كدوز الفلاحه، يعني ما وراء الكواليس. ربما الا كنت نسيت شي نقطه حبذا لو انكم شاركتوها في التعليق لبعض الاخوان اللي غادي يجيو يخدموا في الفلاحه، بما انها حاليا مطلوقه وبزاف الناس بداو كيجيو. الوغ دونك هادشي نقدر نقول، ربما نتفكر شي حاجه واحده اخرى دابا نخليها في التعليق ان شاء الله. قبل ما نسالي الفيديو ديجا قلتها في الفيديو السابق وشي واحد ما شافوهاش على ما اظن، كيقولوا لي واش نقدروا نديروا الشونجمون ديال ستاتيو من تيتر ولا من لو تيب دو كونطرا، يعني عندك تيب دو سيجور دو كونطرا ديال سيزونيي ديال 3 سنين، ندير شونجمون دو ستاتيو لفي بريفي فاميليال ولا سالاري ولا نيمبورط. نورمالمون هنا نعاود نقولها لكم، ملي كتكون عندي كونطرا الاخوان سيزونيي ما عنديش الحق انني ندير شونجمون دو ستاتيو لسالاري، ما عنديش الحق نديرها باش نكونوا واقعيين، ما عنديش الحق انني كنعاود نقولها وهذا قلتها في الفيديو السابق، ما يمكنليش ندير شونجمون ديال ستاتيو ابار الى دار لك سي دي اي. فهاد الخدمه هادي ما غاديش يدير لي سي دي اي، لانها خدمه موسميه، ما مسلكوش انه يدير لك سي دي اي، انه باغيك فقط 6 شهور، ما باغيكش العام كامل، يعني ما عمرو ما غادي يكون محتاجك داك الفلاح العام كامل، دونك ما كتكونش سي دي اي. الوغ بالنسبه للشونجمون دير في بريفي فاميليال، يعني دير زواج ممكن بطبيعه الحال، ممكن يعني بكونترا ولا بلا كونترا غتقدر دير، غتكون حراق تقدر دوز الفي بريفي فاميليال، يعني ما كاينش، نتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم، يعني ما كتشونجي حتى حاجه دونك عادي، ما كتشونجي حتى شي لعبه. اذا هذا هو الفيديو ديالي هذا النهاريات، كنتمنى تكونوا فهمتوا، اي سؤال خليوه في التعليق، ميعادنا الفيديو القادم، دمتم في رعايه الله.